إنني مسرور جداً أن أرى الأوجه المبتسمة للحاضرين هنا، فأهلاً وسهلاً لحلقة جديدة من بشرى السلام، وأيضاً أرحب ترحيب حار بجميع المشاهدين أينما كنتم حول العالم. عسى أن يكون اجتماعنا هذا سبب بركة للجميع. إذ تجتاح بلادنا الشرق أوسطية موجة من العنف وعدم الاستقرار، يأتي إلى ذاكرتي ما قاله النبي إرميا في مراثي إرميا الأصحاح الثالث والأعداد 21 و24، أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجوه، إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه تصيب لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. فلنرفع أصواتنا بالحمد والتسبيح لإله المحبة والتواضع والمقدرة. أما برنامجنا لهذه الحلقة مكون من الآتي: موسيقى الافتتاح كان للسيدة دوروثي مطر ويرهام، ترنيمة الافتتاح ستكون للواحد الرحمن، يقود الترنيم العروسان بسام وجرمين، والعازفة على البيانو ستكون السيدة دوروثي. صلاة الافتتاح إدمون، ويلي ذلك مقتطفات صحية للسيدة أوديت، ثم موسيقى خاصة الفتى جوشوا روتارو يلعب على القيثارة، والفتاة طبيثة يسري تلعب على تشيلو. قصة الأطفال لأيرين، وثم القراءة من الكتاب المقدس القس عويدة وهبي. العظة، الموضوع هو تعلموا مني، والواعظ القس جبرائيل قطريب. ونختم بالترنيمة أعطني قلبا نقيا. نطلب من الله أن يبارك هذه الحلقة من بشرى السلام. دعونا نرنم الترنيمة رقم 1 للواحد الرحمن. للواحد العظيم
نحن رؤوسنا للصلاة. أيها الآب السماوي المحب والعطوف، نأتي إليك في بدء هذه الحلقة من بشرى السلام رافعين أصواتنا بالحمد والتسبيح، لأنك أنت القادر والراعي الصالح والمخلص الأمين. نجتمع في هذه القاعة وفي كل مكان يوجد فيه المشاهدين، نسألك يا الله أن تحل بروحك القدوس المعزي والمساعد والمعين، لترفع عن كل من يحتاج إلى معونة، أكانت صحية أو مادية أو معنوية، أن ترفع الحمل الثقيل أو الكابوس الذي يحاول أن يحطم معنويات أولادك على هذه الأرض. نضرع إليك يا الله أن تحل في وسطنا وتتكلم بواسطة كل المشتركين في هذه الخدمة. أعطهم يا الله الأفكار والكلمات التي تساعد في بنيان الجسد والروح المسيحية الحقة. كن مع القس جبرائيل إذ يساعدنا أن ندرك ونتفهم الأبعاد لما قاله المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. نسأل كل هذه باسم المسيح يسوع الذي قال أيضا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. آمين. اليوم بدي أحكي لكم عن الركبة وقت اللي بتنوجع. يعني 20% منا هالشهر أو الشهر الماضي أو اللي قبله وجعتنا ركبتنا. لهالسبب عم بدي لكم أشياء يلي بتقدروا تعملوها بالبيت وقت اللي بتوجعكم ركبتكم. الركبة العظام بتجي هيك عبعدها وقت اللي منكون قاعدين. هلأ وقت اللي منمشي تصير هيك، الركبة تضرب عبعدها، والغضروف اللي جواني على الكبر وعلى التعب بيصير عليه مثل الكالسيوم، مثل بدك تقول الرمل أو بحث صغير. وقت ساعتها لو مهما بري ما بيوجعنا، بس وقت اللي بيوجعنا لأنه عليه كلس. هلأ النساء لأنه راتنا أعرض مشان الولادة، الفخذ والتيبيا بيجوا منحرفين على جنب. هلأ الرجال وقت اللي بيجي موجوع بيقول هون بيوجعني بركبته، المرأة وقت اللي بتجي موجوعة بتقول هون بيوجعني بركبتي. ليه؟ لأنه من الطريقة اللي نحن مبنيين من الرب فيها سبحانه وتعالى. وقت اللي بنكون راكبين على البسكليت يلي ما بتمشي ستيشنري بايك، هيدا أحسن شيء للركبة. إذا عم نمشي على الطريق حتى لو عم نمشي بالبركة يلي أنا بحب كتير إنه نتمرن بالبركة خصوصا وقت اللي منكبر بالعمر، المشي بالبركة أو المشي على الطريق كمان أو الركض بيخلي العظام تبعد عن بعضها هيك. بس ستيشنري بايك هاللي ما البسكليت اللي ما بتمشي بيفتحوا العظام هيك، ما بيفتحوا كليا، وهيدا أحسن لأنه ما بيصير هالضرب مثل وقت اللي بنمشي أو بنركض أو بنعمل سكيينج أو بنعمل بنلعب تنس، هيدا بيوجع الركبة. هلأ بالبيت شو فينا نعمل؟ طبعاً إذا في خطر كتير لازم نروح نشوف الطبيب، بس إذا موجوعين شوي ومنا عارفين تماماً شو فيه، بالبيت فينا نعمل أشياء كتيرة يلي بتساعدنا إنه ما تيبس الركبة أو ما تتصلب أو ما ننوجع كتير أو يعني تضل ما في ورم كتير. فينا نعمل هالأشياء بالبيت. شو منعمل؟
إذا ورمان الإجر الركبة لازم نعليها أعلى من القلب، نحط مخدة تحت الركبة ومخدة كبيرة وتكون الركبة أعلى من القلب منشان الورم يخف، ولازم نحط عليها تلج على أول 3-4 أيام حتى 6 أيام، كل شيء في ورم لازم نحط تلج، وبس يروح الورم منحط سخن على الركبة. في التهاب من جوا لهالسبب بدك تبرده، ومنشان الورم يخف بتحط التلج. العوينات كمان. طيب المي قلنا ما منحطها السخنة إلا أو بشقفة سخنة إلا بعد 4 أيام أو 6 أيام، وإذا ضل هالشي وتمدد وقت الورم والوجع لازم أوام نشوف الطبيب. فينا كمان نربط الركبة في أيس باندج أو بشي نربطه، نربط الركبة، بس إذا شدينا بصير الورم ينزل تحت الركبة ومنعرف إنه شادينا. إذا في ورم أو في تنميل تحت الركبة، تحت الركبة مش من جوا، تحت الركبة هون بصير في تنميل وبتصير تسقع، لازم نخفف الرباط، لأن الرباط بيكون شديد، وقت اللي بيكون شديد تنتزع بزيادة. هلا فينا كمان نستعمل العكاز. العكازة لازم تكون على الجهة المش مثل إذا على اليمين مروحين ركبتنا، لازم العكازة تكون على جهة الشمال، ونجرب ما نطلع كتير على السلم وما نلعب أشياء بس نحس منيح نرجع نلعب بتنس ونمشي كتير أو نركض عمهل. يعني واحد لازم يتوقعها الركبة لأنه كل تقلنا عليها، وإذا كان واحد وزنه كبير كمان بيأثر على الركبة لأنه الوزن بيزيد هالضغط عليها. لازم ما نضغط على الركبة وما نعمل أشياء اللي بتزعجها. كمان فينا نعمل لها مساج حواليا وعليا على الخفيف، ما نشد، مش مساج قوي على الهدن. ليه؟ لأنه بدنا نجيب السيركوليشن، الدورة الدموية بدنا نجيبها بزيادة على هالمحل تتشفى الأنسجة جوا. وما لازم ندخن لأنه الدخان بيمنع الشفاء بسرعة، وكمان شرب الخمر ما بيساعد هالشي. أنا بحب التنس كتير، لعب التنس، لكن لقيت إنه التنس ما بس بيوجع لي كتفي عم بيوجع لي ركابي كمان، بقى لازم ننتبه وقت لما نكبر شو لازم نعمل. إذا ما كنا عاملينه نحن وصغار ما نبلش فيه نحن وكبار، بس لازم نتمرن مهما صار الشيء، لازم نتمرن لأنه بيتقلص المفصل وبيبطل فينا مثلا الكتف بيتقلص، ما بيعود فينا نرفع ايدنا هيك، ونفس الشيء الركبه ما بيعود فينا نطويها. بقى الله يهدينا تنستعمل هالجسم اللي الله اعطانا اياه بالصحه الكامله. Thank you.
أحبائنا الصغار، اليوم قصتنا بعنوان أمر عظيم جدير بالمعرفة. كان سمير لا يحب الذهاب إلى المدرسة، وكانت أخته هيفاء في الصف الرابع الابتدائي تحب المدرسة كثيراً. كانت قد تعلمت بعض الأشياء وتعرف الكتابة والقراءة بسهولة، أما سمير فكان يخاف من ذلك، ينظر إلى أخته وهي تعمل واجباتها، يأتي بكتاب صغير وهو أيضا يأخذ القلم ويكتب أشياء غير مفهومة، خطوط وأشياء غريبة. وكانت أحيانا أيضا تجلس هيفاء على البيانو، وكان لديها كتاب كبير وفيه خطوط وبعض النقاط والرسوم، وتنظر إلى هذا الكتاب وتحرك أصابعها الجميلة على البيانو وتعزف معزوفات جميلة. وكلما كان ينظر سمير إلى أخته كان يخاف أكثر ويقول لا أعلم ما في هذا الكتاب، وكيف أختي تحرك أصابعها لتعزف هذه المعزوفات الجميلة، ماذا يحصل؟ في يوم من الأيام زار الجد بيت سمير وهيفاء وركض وحضن الأولاد وفرحوا به كثيرا. وقال سمير لجده يا جد فرحت كثيرا بمجيئك. قال نعم يا ابني أنا أعرف أنك قريبا ستبدأ الذهاب إلى المدرسة. قال لا لا يا جد لا أذهب إلى المدرسة ولا أحب المدرسة ولا أحب التعلم، إنها صعبة كثيرا ولا أريد ذلك. رد الجد وقال له لماذا يا ابني؟ ألا ترى أختك إنها من الأوائل ودفاترها جميلة وكل شيء تفعله جميل؟ وفعلا ركضت هيفاء وأتت بدفاترها الجميلة المرتبة وقالت جد انظر انظر إلى دفاتري. وكان سمير ينظر هو أيضا ويقول لا مستحيل سوف لا أذهب إلى المدرسة. ردت هيفاء وقالت سوف لا تتعلم 2+2=4. قال لا سوف أتعلمها منك، 2+2=4، لكن لا أريد الذهاب إلى المدرسة. قالت له هناك الكثير ستتعلمه في هذه المدرسة، لكنه كان يخاف من اسم المدرسة. أخذ جد هيفاء على جهة وسمير على جهة وحضن الطفلين وقال له يا ابني المعرفة جميلة، يجب أن تتعلم يا ابني لتعرف أشياء كثيرة في هذا العالم. تعال هنا، تعال هاتي دفترك وقلمك سوف أعلمك كيف تكتب اسمك. وفعلا تعلم سمير كتابة اسمه واسم بابا واسم أخته هيفاء، فرح كثيرا لأنه تعلم. بعدها ذهبت هيفاء إلى البيانو وبدأت تعزف المعزوفات الجميلة وهي تنظر إلى دفترها. وأيضا قال سوف لا أتعلم الموسيقى ولا أريد أن أنظر إلى ما تفعله أختي. قال له جد تعال يا ابني تعال هنا، ما هذا مفاتيح؟ ماذا تنظر؟ قال أرى مفاتيح بيضاء ومفاتيح سوداء. وجلس الجد معه وبدأ يعلمه معزوفة بسيطة جدا، وفعلا تعلمها وبدأ يعزف، فرح كثيرا لأنه بدأ يعزف تلك المعزوفة. قال له الجد يا ابني تعلمت 2+2=4، لكن لو لم تتعلم ذلك وأقول لك 2+2=5 ماذا ستفعل؟ قال لا يا جدي هي 4 وليست 5. قال لو أقول 1,000,000 مرة 2+2=5 لن أغير شيء، 2+2=4، فيجب أن تتعلم وتذهب إلى المدرسة لتكون مثل أختك شاطر. وفعلا فرح كثيرا سمير لأنه بدأ يتعلم بسهولة كتابة اسمه واسم والده وجدي وأخته، وبدأ يعزف معزوفة بسيطة. قال الجد ربما دخلت إلى بيت غريب
في البداية دخلت إلى هذا البيت وكان هناك ولد صغير لا يحب المدرسة، لا يحب الدراسة، لا يحب الموسيقى، لكني الآن أرى غير ذلك. ضحك سمير بصوت عال وقال: يا جدو، ذلك الولد قد ذهب ورحل، الآن هناك ولد جديد يريد أن يتعلم من المدرسة ومن كل شيء ومن المعزوفات، وأريد أن أتعلم بأسرع وقت. يسوع أرادنا كذلك أن نتعلم، وقال: تعلموا مني. اليوم سيكلمنا القس، ماذا يريد يسوع أن نتعلم منه؟ القراءة المقدسة في هذا المساء مأخوذة من إنجيل متى الأصحاح 11 والأعداد 27 إلى 30، والمتكلم هنا هو السيد المسيح نفسه. تقول الآيات من عدد 27: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نير عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. يبارك لنا الرب هذه الكلمات، آمين. دعيت إلى خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية في الجيش، ولفت نظري هناك ضابط. ذلك الضابط كان بالحق يمثل العسكري الحقيقي، عندما يتكلم، عندما يمشي، وعندما يقف في الصباح الباكر أمام عشرات لا بل مئات وألوف الجنود ويقول لهم: تمثلوا بي، تعلموا مني. فكان بالفعل مثال لائق جدا، وكان اسم ذلك الضابط معروف في كل البلاد، لأنه بالفعل كان قدوة، وكان دائما يفتخر بنفسه بأنه هو الجندي أو الضابط المثالي. لكن هناك شخص واحد عاش على هذه الأرض، كان بكل ثقة يقف أمام كل الناس الذين معه والذين ضده، الذين يحبونه والذين يقاومونه، ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. يسوع لم يعلم فقط، بل هو الوحيد الذي عمل وعلم بما علم الآخرين، هو عاش ما علم. في الترجمة الجديدة يقول: تعلموا مني وتتلمذوا على يدي. تتلمذوا على يدي، أعجبتني هذه الترجمة. هو المعلم الصالح. اليوم سنتأمل وندرس بإرشاد الروح القدس ومن كلمة الرب عن صفة أو ثمر الروح التي هي الوداعة أو التواضع. السؤال: هل تعرف حقا إنسان تعلم من يسوع وبرهن بحياته وسلوكه بأنه صار وديعا ومتواضعا كمعلمه؟ في المدة الأخيرة تعلمت
أو درست عن كلمتين مرادفتين لكلمة وداعة وتواضع، وهما الانسحاق والانكسار. كلمة هذه هاتين الكلمتين نجدهما في الكتاب المقدس، وأجمل ما نقرأ عن هاتين الكلمتين في أشعياء 61، هذه نبوة عن السيد المسيح الذي قال: تعلموا مني لأني وديع. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب الانكسار، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب ويوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. وتمت هذه النبوة عندما وقف السيد المسيح في الهيكل في يوم السبت، ودخل المجمع في يوم السبت في الإصحاح الرابع من الإنجيل لوقا والعدد السادس، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، وفتح سفر أشعياء وقرأ: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالعتق. في أشعياء 53 أيها الأعزاء نقرأ بأن السيد المسيح اختبر الانسحاق، اختبر الآلام، لكن هو أحزاننا حملها. الإصحاح 53: وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. أيضا هذه الكلمة تكررت في العدد العاشر: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إذن هذه الكلمة أيها الأعزاء، كلمة الانسحاق، هي كلمة جميلة جدا، توضح أكثر معنى الوداعة والتواضع. الله يعد الإنسان المنسحق القلب هكذا، أشعياء 57، هناك أشياء جميلة جدا في هذا الكتاب، لأنه هكذا قال الرب العلي المرتفع ساكن الأبد. تأملوا أيها الأحباء بأن الله العلي الخالق العظيم يقول هذه الكلمات للإنسان الخاطئ الضعيف، لأنه هكذا قال الرب العلي المرتفع ساكن الأبد، القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع. عندما أقرأ هذه الكلمات أتعجب، لأحيي الروح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. كم في قلب منسحق اليوم في العالم بسبب الظروف والأحوال والأمراض والحال المادي والاجتماعي والخوف والرعب الذي يسود العالم، لا فقط في الشرق الأوسط أيها الأحبة، حتى في أمريكا، حتى في أوروبا، هناك الخوف من الأمراض السارية المميتة، من الحروب، من الانتقام، من الإرهاب. الرب يعد وهو صادق. أيضا نقرأ عن الانكسار، رينا شيء عن السحق، الانسحاق، الانكسار. مرة شخص، وهذا شيء غريب، وقف أمام الكنيسة أمام العالم وقال: يا رب اكسرني. تعجب الناس، ماذا يعني هذا يا رب اكسرني؟ في المزمور 34 نقرأ هذه الكلمات، والعدد 17، 34 والعدد 17:
وهنا الرب يقول كلمات لنا مشجعة جدا. الله يقول لنا: لا تخافوا، إنني أنا معكم وسأسكن معكم وأكون بينكم وأكون لكم إلها، لكي أشجع وأعزي. المزمور أيضا 147 هناك كلمات جدا هامة ومفيدة ينبغي أن نقرأها. 147 الرب صالح، الرب يعد شعبه ويعزي النائحين ويشفي المنكسري القلوب. الرب يقول لكل إنسان مضطرب: إنني معك، لا تخف، أنا إلهك وأنا عونك. لذلك الرب يعزينا اليوم ويشجعنا ويقوي إيماننا، لأننا نعيش في ظروف قاسية. الطبيعة البشرية أيها الأحباء تدعو مرات كثير للكبرياء والتشامخ، عكس الانكسار، عكس التواضع والوداعة. المتكبر الأول، من هو المتكبر الأول؟ الذي كان يحمل الحكمة والبهاء. نقرأ في أشعياء صح 14 وحزقيال 28 وصف عن هذا المخلوق العجيب الذي أراد أن يرفع نفسه لبهجته وأن يكون مساويا لله ويرفع كرسيه فوق كواكب العلي. هذا المتكبر يقول للعالم اليوم: تعلموا مني، كما يسوع يقول تعلموا مني، هكذا أيضا يقول إبليس تعلموا مني. ولهذا المعلم هناك تلاميذ أكثر بكثير من أتباع تلاميذ المسيح، لأن الناس عندهم هذه، كلنا نجرب بأن نتكبر بدل أن نكون عندنا روح منسحقة متواضعة وديعة. كلنا، أنا بحكي شيء حدث معي، في ناس كتير أو بعض الناس وصفوني بالكبرياء: أنت واحد متكبر متعجرف مدعي. ومن جهة تانية في ناس قالوا: بالحقيقة هذا متواضع، يعني لا هذا بيخليني إيأس ولا ذاك بيخليني أني أتكبر وأدعي. نحن أيها الأعزاء كلنا مجربون بأن نتكبر، بأن نتشامخ بالعائلة، بالجنسية، وهناك ثلاثة أشياء الرب أعطانا إياها وهبنا إياها: العلم، المال، والجمال. هذه الثلاثة هي من هبات الله. العلم ينفخ لكن المحبة تبني. بعدين محبة المال أصل لكل شيء، العلم، المال، الجمال. الجمال باطل والحسن غش. لذلك أكثر الناس الذين هم في خطر الكبرياء والادعاء هم الذين يحملون الشهادات العالية. الإنسان المسيحي الأمين اللي يتعلم من يسوع المسيح حتى لو كان يحمل 10 شهادات دكتوراه هو متواضع أكثر. في ولد راح مع بيو على الحقل، وكان وقتها الحقل قمح وقت الحصاد، فالأب كان يعلم ابنه درس عن المزروعات والخليقة. فالولد كان ذكي جدا وقال له: بابا، ليش في سنابل قمح من حنية كثير وفي سنابل من تصبي؟ قال له: تعال فرجيك يا ابني. أخذ وفرج السنابل المنحنية كلها حب، مثلاني ملقاني بالحب الجيد، بالقمح الجيد، لكن اللي منتصبي هيك فرق هيك ما فيها شيء، فاضية. فالإنسان بيكون عنده عقل وذكاء وحكمة بيكون متواضع.
مثل هالشيء اللي وصفه الأب لابنه. مين بالفعل مين بيجي على فكرك أو فكرك وبكل هالإنسان بيكون مثال بالتواضع وبالانكسار؟ بيتعلم من السيد المسيح. أوقات الانكسار قد يكون خسارة، إذا كان عندنا شيء مزهري حلو وغالي إذا انكسرت خلص فقدت قيمتها، لكن عندما المؤمن بيكون عنده روح منكسرة منسحقة متواضعة هذا بيكون له قيمة أكثر. نقرأ أيضا في مزمور كلمات حلوة كثير، يقول هذه الكلمات: لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض، بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كسرة السلامة. المسيح عندما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وسخي الأحمال احملوا نيري عليكم، ليش المسيح استعمل كلمة النير؟ لأنه هناك بالضيعة اللي ربي فيها المسيح كان يشوف الفلاحين ويحطوا النير على رقبة العجول، كانت متمردة وصعب كتير، وقت كانوا يحطوا النير عليها كانت تتمرد، لكن بعدين بعد مدة هالعجول هذه صارت تسمع، وكان الفلاح يعطيها إرشادات وكانت تفلح الأرض بخط مستقيم. نحن نفس الشيء، حتى نكسر العنفوان والكبرياء الموجود عند الإنسان اللي ورثه. كمان يسوع بيحب. ما هي علامات الانكسار والانسحاق؟ كيف بدل هالإنسان إنه بالفعل هو متواضع أو وديع أو منسحق الروح؟ أولا الاعتراف والتوبة. عندما الإنسان يخطئ وبالفعل روح الله بيقول له أنت أخطأت، أو حدا شخص بيقول له أنت غلطت، هذا الإنسان إذا كان هو متواضع فورا بيقول أنا أخطأت. داود مع أنه كان ملك وكان عنده سلطان، وقت اللي إجا قال له أنت هو، قال له أنا أخطأت، وصلى هذه الصلاة المعروفة. بعدين في كلمات كتير: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يعني نحن اعترفوا، يعقوب 5:16. في كولوسي كلمات جميلة جدا لازم نقرأها لأنها بتعلمنا كثير عن المسامحة. كولوسي 3:12: فالبسوا كمختاري الله. يعني كيف واحد بيتزين بلبسه وبترتيبه، بيقول فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة. كرر الكلمة البسوا خلي يكون لباسكم، إذا بتفتخروا بلباسكم وبزينتكم افتخروا بالوداعة والتواضع. بيقول هي زينة الروح الوديع الطاهر الذي هي قدام الله كثيرة الثمن. وداعة وطول أنات. بعدين بيقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان أحد لأحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أيضا، وعلى جميع ألبسوا المحبة. معناتها لازم يكون في عنا استعداد للاعتراف. ثانيا استعداد للتسامح. في ناس كتير بيقول ما بسامح الإنسان هذا، لا إلى الأبد ما بسامحه هذا، وبالفعل المسيحي بيدعوا المسيحية. المسيح قال في متى 18: إذا أخطأ إليك أخو اذهب إليه وعاتبه، إن سمع لك تسمح له. روح الكبرياء بيقول لا. هو مرة في شخص سأل كلارا بارتون هذه مؤسسة الصليب الأحمر، قال لها يا ست هذيك الإمرأة اللي تكلمت عليك وهنيتك واحتقريتك ما بتتذكري شو قالت لك؟ بعدين أجابت هل تسامحيها؟ قالت لا فقط لا أذكر، ما فقط أنا نسيت، قالت بل أذكر بشكل واضح أنني نسيت، أنا
يعني كلمة كتير، هي هذيك الإمرأة العظيمة المتواضعة قالت مو بس أنا بسامحها، قالت بل أذكر بشكل واضح أنني نسيت. يا سلام، قديش مهم إنه واحد مو بس يسامح، ينسى. بعدين الانتقام، انتقام الإنسان اللي ما بينتقم بتكون متواضع. في ناس كتير وقت الواحد بيخطئ لهم أو بيعمل أي شيء بيحاولوا ينتقموا منه، لكن هون بنشوف في رسالة القديس بطرس الإصحاح الثاني والعدد 21، لأنكم لهذا دعيتم، لأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يفعل غش خطية ولا وجد فمي مكر، الذي شتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم. يعني المسيح بيعلمنا. وبعدين في رومية الإصحاح 12 بيقول كمان كلمات، إصحاح 12 والعدد 17، لا تجازوا أحدا عن شر بشر ولا بشتيمة عن شتيمة، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة. الإنسان المتواضع بيقدر ينتقم. يوسف كان متواضع جدا مع أنه كان سيد في مصر، وكان بيقدر ينتقم وبيحق له ينتقم. شو عمل؟ مو بس سامحهم، بكي وحضنهم وساعدهم وباركهم. ويسوع اليوم بيقول أنا عندي مدرسة، وهالمدرسة هيدي مشان أعلمكم التواضع والوداعة والمسامحة وعدم الانتقام ونسيان الخطية اللي عملها الآخرين ضدكم. المسيح عنده مدرسة وبيقبل كل الناس تلاميذ مجانا، تعلموا مني لأني وديع. ونحن ندرس اليوم أيها الأعزاء ثمرة الروح، الوداعة. كيف نبرهن؟ كيف نبرهن بسلوكنا وكلامنا وتصرفاتنا؟ كان في عنا تعبير أو كلمة يقولها الناس في الضيعة عنا، إذا واحد هيك سلوكه سيء يا سلام قديش بعيد عن المسيح، أنت كتير بعيد عن المسيح. وبالفعل كتير مرات بسلوكنا معاملتنا. أنا بذكر ناس متواضعين بالكتاب المقدس وبتعلم منهم كثير، مو بس يوسف، دانيال قديش كان متواضع، هذاك رجل عظيم، ومريم القديسة مريم، وبعدين بولس. وماذا عن غاندي؟ غاندي ذلك الرجل العظيم اللي هو ما بيدعي المسيحية لكنه كان مثال في التواضع، بلبسه كان مثل يوحنا المعمدان، بلبسه بتصرفاته. ومنين تعلم هالشهادة؟ بتعرفوا مين تعلم؟ من أين؟ تعلم من في مدرسة المسيح، مدرسة التواضع والوداعة. لذلك حرر شعبه من الظلم ومن العبودية ومن الاستعمار. نحن نؤمن ونثق بشكل مطلق بأن يسوع الذي ولد وعاش وعلم التواضع ودخل أورشليم راكبا هو ذا ملكك يأتيك وديعا متواضعا على أتان، سيأتي بمجد عظيم أيها الأعزاء إلى أورشليم السماوية كملك الملوك ورب الأرباب. الله يقاوم المستكبرين، هنا في تحذير للمستكبرين، الله يقاوم المستكبرين. نقرأ هذا في بطرس الأول الإصحاح الخامس والعدد 5 و6، وأما المتواضعين فأعطيهم نعمة. والديس يعقوب كرر الجملة بحذافيرها، يعني الروح القدس تكلم مع اثنين. وبعدين هون في كتير تحذير للمتكبرين، والرب يساعدنا حتى نتخلص، لأنه الشيطان بيتمنانا نكون متكبرين حتى لو ما عنا أي شيء نشوف حالنا فيه هنا. لكن يسوع بيقول حتى للأغنياء البليونيري، حتى للمتعلمين الدكاترة، حتى للجميلات هن النجوم بسموهم، تعلموا مني، تقدروا تكونوا متواضعين. لذلك هون الله يحذر، هو ذا يأتي اليوم المتخذ كالتنور وكل المستكبرين، هذا تحذير.
الله مثل ما بيبارك المتواضعين وبده يعطيهن جزاء أبدي، هون تحذير المتكبرين، لأنه هالكبرياء هي روح الشيطان والوداعة هي روح المسيح. ثمر الروح والوداعة، ثمر الجسد هو الكبرياء والتسلط والعجرفة. فهو ذا يأتي اليوم المتخذ كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي شر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصل ولا فرع. أنا ما بحب كون بين هؤلاء. أنا بتمنى وبتمنى لكل السامعين والمشاهدين أيها الأعزاء أنه يكونوا بمدرسة المسيح، لأنه قال أجمل ما قرأت عن التواضع، مع أنه سليمان ما كان متواضع بس كتب عن التواضع، أمثال 22 والعدد 4، ثواب التواضع ثلاث أشياء حلوة كتير، ومخافة الرب غنى وكرامة وحياة. شو بدنا أحسن من هيك بالعالم؟ ثواب التواضع يعني جزاء التواضع اللي علمنا إياه المسيح، غنى وكرامة وحياة. متى 5 والعدد 5، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أنا بتمنى وبصلي من كل قلبي الرب يعطيني شخصيا حتى إذا افتخرت أفتخر بالرب، وإذا كان عندي شيء الوداعة أيها الأحبة لا تعني الذل، التواضع لا يعني أن الإنسان هو يعني نفسه رخيصة، لا، نحن غاليين وإلنا قيمة كبيرة كتير بعين المسيح اللي اشترانا بدمه واللي خلقنا. لذلك التواضع مانو جبن، التواضع هو قوة وشجاعة. فقط العظماء بيقدروا يكونوا متواضعين، ويا السيد المسيح هو علمنا هذا، وبرجو أن نكون تعلمنا كلنا ونمارس هالصفة هذه. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ترنيمتنا الختامية ترنيمة رقم 83، أعطني قلبا نقيا. Yeah.
أشكرك يا إلهنا من أجل يسوع الذي علمنا كل صفة وكل تصرف روحي صالح ولائق. نشكرك لأنه علمنا بالفعل وعمل وكان وديعا متواضعا في ولادته وفي حياته كنجار وأيضا في دخوله أورشليم. نشكرك لأنه أيضا كان وديعا ومتواضعا مستعد أن يغسل أرجل وسخة وقلوب شريرة. ساعدنا لكي نتعلم في مدرسة المسيح ونكون تلاميذ صالحين في سلوكنا ومثالنا حتى نحمل في حياتنا ثمرة الوداعة والتواضع والانكسار. يا رب بارك جميع المشاهدين واعطهم أيضا أن يتعلموا من السيد المسيح الذي هو وحده المعلم الصالح وأيضا الذي سيأتي قريبا لكي يجازي الودعاء ويعطيهم نعمة لكي يرثوا الحياة الأبدية ويعيشوا في سلام وسعادة وفرح أبدي. نشكرك باسم يسوع، آمين.